نتواصل معكم مشاهدينا وفقرتنا الآن من خلالها راح نسلط الضوء على إحدى الإنجازات الأردنية، وإحنا دائما من خلال برنامجنا هيك بنستضيف أفراد أردنيين، إنسان أردني بنحاول يكون فعلا إنسان متميز حتى نفرجي للناس كلها أنه الأردن هو الثروة الحقيقية في تميز الإنسان الأردني. المهندس محمد مهيدات، قرأنا مؤخرا في المواقع الإلكترونية وأيضا الصحف الرسمية بأنه حصل على الشهادة، شهادة الماجستير الفخرية في المعرفة التكنولوجية، وأيضا حصل يعني بدنا نسميه على الموقع الثاني أو كان هو الثاني على الشرق الأوسط في المبادرة العالمية للأعمال التكنولوجية. فحتى نسلط الضوء على هذا الإنجاز، على هذا التميز، ونعرف شو أسباب الحصول على هذه الجائزة وعلى الماجستير أيضا الفخرية، فاسمحوا لي أرحب أجمل ترحيب بالمهندس محمد مهيدات. أهلا وسهلا فيك. يا هلا فيك يا مكرم. الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك. ما شاء الله عليك، يعني أنا لما شفتك شخص احكي لك انه كل هالتميز، واحنا راح نفرج المشاهدين كمان شوي المراحل التميز اللي انت مريت فيها، فبحكي لك لسه صغير يعني ما شاء الله عليك. يمكن عمرا صغير لحد الان، بس كبير طبعا بالانجازات ما شاء الله. وانا دائما بحكي بانه اي انجاز من اي انسان اردني هو انجاز لنا كلنا، يعني الحمد لله ما عندنا احنا غير هالانسان المتميز. الحمد لله البلد في خير اغلى ما نملك ان شاء الله. ان شاء الله خلينا نبلش من البدايه ومن جامعه اليرموك. نعم، كلية الحجاوي. تمام، نوجه لهم تحية طبعا الصبح. الله يبارك فيك. طبعا ممثلة بعميدها وبالهيئة التدريسية. أكيد أكيد، وبيخرجوا لها الوطن الناس المتميزين. الله يبارك فيك. البداية يسلم. كانت من كلية الهندسة. نعم، تخصص هندسة الحاسوب. الحاسوب. نعم، نحكي عنها شوية هاي المرحلة، وإنه كيف كانت رغبتك في الحصول على هذا التخصص. الله يبارك فيك. بداية أخت لنا هي لي أن أقدم لك ولزملائك من معدي برنامج يوم الجديد الذي يتناغم وقهوة الصباح الجميلة الذي تناولها جميع الأردنيين بعظيم الشكر وجزيل الامتنان على استضافتي في هذا اليوم. بداية تتأتى الهندسة لدي من رغبة شديدة جدا في دراسة الهندسة، حيث أنها كانت ما يمثل الهدف الأساسي لدي. لا أخفيك أخت لانا، الهندسة كانت بالنسبة لي الموهبة التي يمكن من خلالها إبراز الابتكارات الجديدة، المواهب الخلاقة لدى الإنسان الأردني. ولا شك أن مجموع الابتكارات الهندسية التي تمت خلال المرحلة السابقة هي عبارة عن إنجاز لتلك الأمال، تحقيق لتلك الأهداف التي طالما طبعا حلم فيها الإنسان الأردني في تحقيقها، خصوصا في ظل راعي المسيرة التعلم والتعليم صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم. حقيقة كانت دراستي في الهندسة عام 2005 بعد تخرجي من مرحلة الثانوية العامة من مدرسة حطين في اللواء الوسطي الأشم الذي أعتز بالانتماء إليه. درست الهندسة في جامعة اليرموك رغبة مني بذلك. حقيقة اخترت مجال واحد اللي هو مجال هندسة الحاسوب، حيث يمكن من خلال هذا المجال إبراز تلك الإبداعات، وإن شاء الله قريبا وفي المستقبل القريب الاختراعات التي طالما ننتظر فيها براءة. هنالك إن شاء الله مجموعة بإذن الله تعالى ابتكارات، هي يعني لم ترتقي بعد إلى درجة الاختراع، إنما إن شاء الله راح تكون ابتكارات على الطريق. نطول في الحديث عن هذا الموضوع، بس أنا أخذته كمدخل لحوارنا. مثلت جامعة اليرموك وأنت طالب. نعم. طبعا وأنا بدي أنوه أنه كمان كان حلمك أنه الدراسات تكملها، الدراسات العليا. مثلتها في أكثر من محفل كطالب. نعم. وألقيت حتى أنت كنت تلقي يعني كلمة الخريجين، هيك أنا اللي بعرفه. فمثلتها في أكثر من محفل في مجال التكنولوجيا. نعم. نحكي عن هاي وكيف كان اختيارك يعني. حقيقة يعني كان لي شرف تمثيل كلية الهندسة في جامعة اليرموك في العديد من المحافل والمعارض التكنولوجية التي أقيمت محليا في المملكة الأردنية الهاشمية ابتداء من عام 2007 وانتهاء بعام 2010 وهو كانت سنة التخرج. بداية شاركت في المعرض التكنولوجي الحديث الذي أقيم في العاصمة الحبيبة عمان عام 2009، وقد شاركت فيه ايضا بمشروع التخرج والذي كان بعنوان بلوتوث فايل ترانسفيروزر، وهي عباره عن تكنولوجيا متخصصه نوعا ما في مجال الاتصالات اللاسلكيه وكيفيه الوصول الى المدى الاقصى من الاستفاده من مثل هذه التكنولوجيا.
بعد ذلك شاركت في مؤتمر تكنولوجي عقد في أعتقد في فندق مارك، كان يتحدث حول التكنولوجيا الحديثة والابتكارات التقنية التي لابد من الاستفادة منها خلال المستقبل القريب. بعد ذلك شاركت في ندوة حوارية أقيمت في مقر جامعة طلال أبو غزالة بحضور طبعا، وكان لي شرف الحضور بمعية صاحب السمو الملك الأمير حسن بن طلال، وقد شاركت فيها أيضا. هنالك أيضا مؤتمر تكنولوجي عقد في غرفة صناعة الأردن، وقد شاركت فيه أيضا بورقة عمل. هذا كله وأنت طالب؟ إلا الندوة الحوارية بعد عملية التخرج. بعد التخرج بالضبط. صحيح. حصولك على الثاني على مستوى الشرق الأوسط. نعم. في المبادرة العالمية أظن للأعمال التكنولوجية التطوعي. نعم. يعني أولا أنا بدي أحكي أنه على مستوى الشرق الأوسط مش سهل. لا، مش سهل نهائيا. بس خلينا نفرجي كمان للمشاهدين أنه شو هي هاي المبادرة وشو أهمية الوصول إلها، مجرد الترشح للدخول في مسابقة يعني بتعقدها هاي المبادرة العالمية. هو للتصحيح بس للسادة المشاهدين، هي الثانية على مستوى الشرق الأوسط وليس بالمركز الثاني. هي يعني بعد الأخ الكبير مناف كمال السوري الذي حصل على هذه الشهادة في عام 2003. حقيقة المبادرة تتبع للمنظمة العالمية لتطوير التكنولوجيا، والتي تنبثق من الحرص الشديد على نشر الوعي التكنولوجي في كسبيل أنجع لتحقيق تطورات العصر الذي أفعم طبعا بالتكنولوجيا الحديثة. ولا شك في نشر الوعي ومن خلال الأسلوب العملي اليومي للأفراد داخل المنظومة المجتمعية وبين الموظفين ضمن الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة. حقيقة اهتميت جدا بموضوع المبادرة والمشاركة فيه. كان لي مجموعة من أوراق العمل طرحت فيه من خلاله ثلاث أوراق عمل. كان عنوان ورقة العمل الأولى هي التكنولوجيا ودور بنية المجتمع الحديث. لا شك طبعا أنه المراحل التكنولوجية الحالية اللي بمر فيها الأردن من فضل الله تعالى مراحل متقدمة نوعا ما، قد تؤثر على سلوكيات الفرد، قد تؤثر على بنية المجتمع الحديث طبعاً. وأيضا هنالك موضوع التواصل الاجتماعي كان إلي فيه ورقة عمل بعنوان تعزيز الفكر المعرفي والتواصل الإلكتروني. يشكل الآن يعني وأنت ست العارفين أنه التواصل الإلكتروني الآن يشكل ما نسبة 80% ضمن دراسات تم إحصاها عام 2011، 80% من مستوى التواصل بين المجتمع أو بين أفراد المجتمع، بين كوادر المجتمع المحلي. بالتالي لابد من التركيز على هذا الجانب. أيضا شاركت في ورقة عمل بعنوان تقنيات معرفية جديدة وابتكارات وتحديات مستقبلية. تحديات مستقبلية، المستقبل يعني التكنولوجي في الأردن إن شاء الله يبشر بالخير إن شاء الله. هنالك العديد من الناس لم يسلط عليهم الضوء بعد، لم توجد ابتكاراتهم على حيز الوجود متميزين. أو طبعا جدا. شاركت مع مجموعة من المهندسين زملائي ابتكار إن شاء الله سيأخذ حيز الوجود قريبا جدا إن شاء الله. إن شاء الله. إذا ثلاث أوراق العمل كانت ضمن. نعم. هي ندوة كانت أونلاين أظن. أي نعم، ريفرنس روم ضمن يعني اتصالات فيديو. ممتاز. طيب صحيح. ندخل على موضوع كمان هام جدا بأنه اللي انتشرت عبر وسائل إحنا حقيقة يعني أنا أخذتها من مواقع إلكترونية. وأيضا أنه المهندس محمد هو إنجاز أردني وحصل على شهادة الماجستير الفخرية في المعرفة التكنولوجية. نعم. نحكي على شو هي هاي الشهادة وكيف حصلت عليها؟ يعني يمكن القول على أنها تتأتى كناتج لجهد متواصل من العمل الذي يرتقي إلى درجة الدؤوب. الحمد لله رب العالمين. قدمنا دراسات تمثل الوعي التكنولوجي لدى الفرد الأردني، محاربة الأساليب الخاطئة في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهي رح نيجي إلها كمان. طبعا لا شك هي من ضمن الأسباب التي رشحتني للحصول على مثل هذه الشهادة. يعني كمان لا شك طبعا. طيب ندخل الآن على موضوع استخدام وسائل التكنولوجيا. نعم. وإحنا بدنا نستغل وجودك يعني كباحث أيضا متميز وكإنجاز أردني متميز ومن خلال خبرتك، بأنه كيف أنت الآن بتشوف أو يعني بنظرة موضوعية الأردن ووضع التكنولوجيا. حكينا الحمد لله المستقبل يبشر، لكن الاستخدام لوسائل التكنولوجيا وخاصة وسائل الاتصال الحديث من الفيسبوك والتويتر وما إلى ذلك من أمور، كيف بتشوف الآن وضع الأردن، المواطن الأردني في وعي إيجابي باستخدام هاي المواقع أو الوسائل؟ أخت لنا خايفة يعني من الجواب أنا
لا اعتقد هنالك نضوج في الوعي التكنولوجي لدى الافراد. الحمد لله رب العالمين. يعني سنرتقي ان شاء الله من دول العالم الثالث الى ان نكون يعني من الدول المتقدمه تكنولوجيا. هنالك مثل ما حكيت قبل شوي مجموعه من الناس او مجموعه من الافراد قادرين على القياده التكنولوجيه، قادرين على احداث التغيير، قادرين على تطوير التكنولوجيا الحاليه. اعتقد ان نضوج التكنولوجي لدى الفرد الاردني قد يرتقي الى ما نسبته 90% مقارنه بالدول الاخرى. هلا احنا نضوج بنقصد فيه مهندس محمد بانه معرفتهم في استخدام هذه الوسائل بغض النظر اذا كانت ايجابيه او سلبيه. نعم. هي شوف الكمال لله. لا شك انه يعني ليس الجميع قادر على استخدام هذه التكنولوجيا. ولكن في وقت يعني في نفس الوقت ان تعرف شيئا خير من ان لا تعرف شيء، يعني ان تعرف شيء في كل شيء كويس. النضوج الاستخدام التكنولوجي هاي يعني مش راح يكون 100% لدى الافراد. بتعرفي يعني في تكنولوجيا متخصصه تعنى بمجالات معينه ليس يعني قادر على، ولكن يعني اذا ما قرنت برفيقاته من الدول الاخرى المجاوره الأردن يعني يرتقي بأفراده وبمعرفته من التكنولوجيا إلى مستوى عالي جدا. قد لا يعي الكثير من الأردنيين مستواهم المعرفي، ولكن يبشر بالخير إن شاء الله. إن شاء الله. بس في أسباب يعني وراء هذا النضوج، يعني كيف بتقيم توفر وسائل التكنولوجيا ضمن مؤسساتنا، ضمن مدارسنا، ضمن جامعاتنا، ضمن التخصصات والمناهج الدراسية؟ نعم. إقبال الناس على أو أنه عندهم رغبة في أنهم يتعلموا ويوصلوا لمرحلة النضوج، إحنا كيف تقييمنا بين الدول في هذا الموضوع؟ ما توفره أيضا الدولة الأردنية للمواطن؟ والله التقييم مبدئيا مطمئن، يرتقي لدرجة الممتاز إن شاء الله. حقيقة المناهج التي تدرس الآن في الجامعات تهتم شد الاهتمام بالمناهج التكنولوجية، خصوصا وأن من ضمن هذه المبادرة تعزيز أواصر التعلم الإلكتروني والوصول إلى تكنولوجيا أو محاولة إيجاد خوارزميات جديدة لتوصيل المعرفة للآخرين. بالتالي الوعي والنضوج التكنولوجي سيكون إن شاء الله في المستقبل القريب مرتقيا إلى أفضل من هذه الموجودة فيها. أحداث التغيير في موضوع التكنولوجيا كتغيير بناء لإيجاد اختراعات او اكتشافات يعني لن يتاتى الا من خلال يعني خلفيه علميه تكنولوجيه بحته، لابد من التعامل معها ودراستها والتعمق فيها الى اخره. الاردن يسير الان في المسرب الصحيح ان شاء الله تعالى في مجال تطوير التكنولوجيا. ايضا ابتكار ما هو جديد من التقنيات الحديثه سيكون ان شاء الله وهذا قريبا. وهذا انت كمان يعني انجاز لك انه ابتكرت ما هو جديد في مجال التقنيات الحديثه. لي ابتكار، ولكن يعني لم يوجد بعد على حيث الوجود. ان شاء الله قريبا راح يكون في لي ابتكار موضوع البصمه التخزينيه، والتي سيتم ان شاء الله من خلالها الاستغناء عن التخزين الاخرى من فلاش ميموري من سي دي الى اخره. هذه البصمه راح تكون ان شاء الله تعالى ستكون عباره عن جهاز كاشف للبصمه. يتم اتصاله ان شاء الله على طريق الحاسوب. طب يلا طلع لنا اياه بسرعه. لا شك طبعا. ان شاء الله قريبا في القريب العاجل راح يكون واقع لابد من التعامل معه ان شاء الله تعالى. يعني يمكن هي المخرجه لسه بتحكي التنتين خليهم دقيقتين. لا لا بتمون دقيقتين. منمون. طيب نحكي الآن كل هذا التميز لمن يعزى ولمن يهدى وماذا بعد؟ والله يهدى للوالدين. يعني أولئك الشموع الذي طالما تحرق بأنفسها لتضيء لنا الدرب. صحيح. هذه أولا. لزوجتي الحبيبة. للمولودة كلنا امل ان شاء الله. ان شاء الله. يلا ان شاء الله رؤيتها. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. وماذا بعد؟ في طموحات اكيد. ان انا عندي ابتكارات وانا عندي اوراق حمال وانا عندي شهادات فخريه وما شاء الله، ويعني الثاني على مستوى الشرق الاوسط في المبادره العالميه. ما شاء الله عليك. الان وماذا بعد؟ هنالك الكثير والله. في مثل كثير في المجتمع المحلي بيقولوا خلينا نحكي. لا شو لازم بيقولوا الاذار ليش ما اجيت قبل شباط؟ بيقولوا كل شيء بوقته حلو. حلو. ان شاء الله راح يكون كل شيء بوقته حلو باذن الله. ان شاء الله. يعني هنالك امال كبيره جدا ان شاء الله نحاول ايجادها و
تحقيق الأهداف إن شاء الله القريبة جدا إن شاء الله تعالى. نطمح نحو الأفضل لا شك إن شاء الله. نتمنى لهذا البلد الأمن والأمان يا رب. ومشان ما أضيكيش بالوقت شكرا جزيلا إليك. إحنا اللي بدنا نشكرك لأنه زي ما حكيت في البداية أي إنجاز وتميز لأي ضيف عندنا هنا في البرنامج أول شيء هو تميز إلنا لحالنا، وأي نجاح هو نجاح لكل مواطن أردني. لا شك طبعا. فما شاء الله عليك إن شاء الله أمام، وهيك بنشوف لك يعني زي ما شاركت في محافل كتير كبيرة في التكنولوجيا تشارك في محافل كتير عالمية تمثل الأردن فيها في مجال التكنولوجيا والتقنيات. كل الشكر لك المهندس محمد مهيدات، أهلا وسهلا فيك.